غسان كنفاني بكتابته المقاومة ما زال يشكل حالة نضالية محفزة في نفوس الشباب الفلسطيني والعربي. خير مثال مشاركة أكثر من 100 كاتب وأديب من مختلف الأقطار العربية في جائزة غسان كنفاني للرواية العربية بدورتها الثالثة لعام 2024. نعم، يعني هذه جائزة تأتي تكريما للشهيد الراحل غسان كنفاني في ذكرى وفاته 52، وارتئينا في هذه الدورة أن نطلقها وأن تكون تكريما لذكراه ولجهوده التي بذلها في زهران وزهرة شباب حياته القصيرة. حياته القصيرة 36 عام، ولكنها كانت مليئة بالعطاء. له الأثر والتأثير الكبير ليس فقط على الشاب الفلسطيني، وإنما أيضا على الشاب العرب، وهذا ما وجدناه اليوم من عبد الله الحسيني، الشاب ابن 24 عام الذي كتب الرواية تتحدث عن موضوع الحياة، الظلم والاضطهاد الذي يعانيه بعض الناس في الوطن العربي. رواية باقي الوشم للكاتب الكويتي عبد الله الحسيني هي الفائزة بجائزة غسان كنفاني، حيث تم الإعلان عن فوزه بذكرى استشهاد الأديب كنفاني الذي يصادف 7 يوليو. تحدثت الرواية عن حال الشعوب العربية المقهورة والظلم التي تتعرض له، وأعلن عن الجائزة خلال مؤتمر نظمته وزارة الثقافة في متحف ياسر عرفات بمدينة رام الله. كنت أسعى إلى تفتيت ما يسميه البعض بالأحداث الكبيرة التي تؤطر كل مشهد، وأن نفرقها على أحداث يومية تختزل في تاريخ في طياتها مقاومات للهامشي والعجز وكل الحدود المرسومة سلفا والحرمان. والآن أعي أن شخصيات غسان كنفاني كانت تقاوم الاحتلال من خلال تفاصيل صغيرة اختبئ خلف الحدث الكبير. هذه الرواية فيها لغة متينة وفيها سبك رائع وطرح لموضوع فيه جرأة، لأن هناك مواضيع مسكوت عنها، هو قام بتناول هذا الموضوع، وضعية المواطن العربي في أي دولة عربية لا ينال حقوقه لأنه مختلف عن بقية المواطنين. تسعى وزارة الثقافة عبر هذه الجائزة إلى تشجيع الكتابة الروائية، وهي واحدة من أرفع الجوائز التي تمنحها فلسطين للناحية الاعتبارية والرمزية لغسان كنفاني ولما يمثله في الوجدانين العربي والفلسطيني.